بغداد تأثر من يعيش فيها. سر بغداد أنها عميقة الغموض، واضحة حد اللعنة في غموضها. دمع لبغداد، دمع بالملايين، من لي ببغداد أبكيها وتبكيني. عد بي لبغداد، روحي بعدها يبست وصوحت بعدها أبهى سناديني. بغداد ملهمة لكل من عرفها، يعني ليس اعتباطا أن فيروز غنت بغداد والشعراء، ليس اعتباطا أن محمد عبد الوهاب غنى يا شراعا وراء دجلته. كثير يعني ممكن الحديث عن كل من دخل في حياة بغداد عشقها. Yes, it has something magic. It is very difficult to explain because you have to go there to understand what it means. It's a very strong feeling of having a link with the ancient past. I had no idea of what would be Baghdad because everybody had told me there is nothing to see in Baghdad. Baghdad is a modern city, the city of the one Alf Layla wa Layla was not anymore. So I had no idea. And when I saw Baghdad for the first time, I was really positively shocked by the beauty of the residential modern city. حلم هي بغداد ولحن عبقري، كأنه حضور الجنة ساعة الغسق واصطفاء الأرض في حاضرة الأرض. كل شيء هنا مكانه، وكأنها ألف ليلة وليلة لم تزل تروى. هي على حالها منذ الأزل، حتى مرور السنين في هذه الشقوق زادها عبقاً وبهاء، فهي الأبد وابتداء لما ليس ينتهي. من بواباتها كانت الحضارة، وعلى أعتابها نقش التاريخ. هي بصمة أصيلة للحضارة العربية الإسلامية، فبغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في أبهى صورها. من لم يرها لم ير الدنيا. كانت البداية في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، ثاني خلفاء الدولة العباسية، والذي رغب في بناء عاصمة جديدة لدولته بعيدة عن القلاقل والمدن التي يكثر فيها الخروج على الدولة، فجلب الأصفياء والأوفياء وأفضل المهندسين وصناع المدن، وأوعز إليهم ببناء بغداد. وفعلاً في العام 145 للهجرة وضعت اللبنة الأولى لإعلاء مدينة قدر لها أن تتنفس، ولتولد بغداد مدينة السلام. الذي أطلق عليها هذه التسمية مدينة السلام هو أبو جعفر المنصور، فاختار أن تكون هذه المدينة بهذه التسمية إما أنه تأسى باسم الجنة، لهم عند ربهم دار السلام وهي الجنة، أو لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يقول هذه مدينة الله. هنا في قلب العراق وعلى الضفة الغربية لنهر دجلة في جانب الكرخ بنيت مدينة بغداد، لكن بشكل مختلف، إذ أوعز المنصور للمهندسين
أن تبنى المدينة على شكل دائري ليصبح ذلك نمطاً فريداً واتجاهاً جديداً في العمارة الإسلامية يليق ببغداد المدينة المدورة. المنطقة التي بنيت فيها بغداد المدورة هي المنطقة التي يتقارب فيها نهري دجلة والفرات في أقصر مسافة، يعني حوالي 50 إلى 60 كيلومتر، يعني هو دجلة والفرات هكذا ثم يقتربان ثم مرة ثانية ينفتح ثم يذهب ليلتقي بشط العرب. في هذه المنطقة بنيت المدينة المدورة في منطقة الكرخ. كانت المدينة قد أحيطت بثلاثة أسوار مرتفعة، وجعل لها المنصور 4 أبواب عظيمة سميت بأسماء البلدان المتجهة نحوها: باب الشام، وباب البصرة، وباب خراسان، وباب الكوفة. يقال أن الرجل أوصل إلى أحياء مدينة بغداد ومساكن الناس فيها المياه عن طريق شق قناة، أخذ جزءا من مياه دجلة وجزءا آخر من مياه نهر الفرات، وأخذ الناس يشربون الماء في أحيائهم على مدار السنة ودون انقطاع. وهذا عمل معماري عظيم الحقيقة في تلك الحقبة من الزمان القديم. وفي وسط المدينة المدورة بني قصر أبي جعفر المنصور، وعلته قبة خضراء أصبحت رمزاً وتاجاً للدولة. وبشكل منظم فائق الدقة أحيط القصر بدواوين الحكم والخزائن ومكاتب الدولة وشؤون الوزراء، تلتها البيوت والمساكن والأسواق. ثم ما لبثت أن اتسعت رقعة المدينة عندما أمر المنصور ابنه المهدي أن يبني ويعمر الضفة الشرقية لنهر دجلة جانب الرصافة، فجعل جسراً بين شطري بغداد. ها هو تمثال أبي جعفر المنصور يتوسط بغداد عاصمة خلافته، وكأنك بالمنصور ينقل لبغداد أصفى ما في الأرض لتغدو عاصمة الدنيا. اتخذها العباسيون عاصمة، واتخذت قريبة من النهر حتى لأسباب يعني أمنية واستراتيجية. لكن اللي صار بعد هذا، بعد 145 للهجرة، بغداد لم تعد فقط عاصمة سياسية، لم يعد لها معنى سياسي فقط. بغداد هي حقيقة اللي خاضت أو أنتجت التجربة الأساسية للحضارة الإسلامية. عندما نقول أنه الحضارة الإسلامية أثرت في باقي الحضارات، كانت بعض الكتاب ولو المستشرقين يقولون هي التي كانت الوسيط الذي عبر منه الفكر الإغريقي إلى الحضارة الأوروبية الحديثة، هذا الوسيط أنتجته بغداد بشكل أساسي. منذ تلك اللحظة وبغداد تختال بثوب عباسي يليق بعظمتها، لا تزال آثاره موجودة إلى يومنا هذا. هذه من بقايا الأسوار العباسية في جانب الرصافة، أو ما يعرف بالباب الوسطاني، أبرز المعالم القديمة. كثير من الرموز والآثار العباسية اندثرت وضاعت بمرور الزمن، لكن لا تزال الروح العباسية الإسلامية تعيش في بغداد، فهي مهدها وابتداؤها. ما إن أرسيت قواعد البناء في المدينة المدورة حتى بدأت مسيرة الحضارة، أو ما صار يعرف بالعصر الذهبي للدولة العباسية. كان من أعلام ذلك الزمن وأبرزهم العالم الفقيه أبو حنيفة النعمان، صاحب المذهب الحنفي، أحد المذاهب الفقهية الأساسية في الإسلام. ينتسب الإمام أبو حنيفة إلى الكوفة جنوب العراق،
لكنه يمم شطر بغداد عندما انتدبه الخليفة المنصور ليكون أحد المشرفين على بناء المدينة. وما إن انتهى البناء حتى انتقلت حلقاته ومجالس علمه إلى بغداد. توفي العالم الجليل في العام 150 للهجرة، وهنا وسط بغداد في منطقة الأعظمية غدا مقام أبي حنيفة معلماً ومزاراً إلى يومنا هذا. هارون الرشيد خامس خلفاء بني عباس يلازم صفحات التاريخ بلا منازع، فلم يكن من ألمع الخلفاء العباسيين وحسب، وإنما في التاريخ الإسلامي على الإطلاق، فقد اتسعت الدولة الإسلامية في عهده شرقاً وغرباً وبلغت مبلغاً عظيماً. على يديه عاشت بغداد زمناً ذهبياً إذ استمرت كعاصمة للخلافة. أراد لبغداد، كل بغداد، أن تكون امتداداً لبلاط الرشيد. هنا في بلاط الرشيد لا حدود للعلم والأقلام والحروف، فقد عرف عن الرشيد حرصه على العلم ومجالسه، قرب إليه العلماء والفقهاء والشعراء والأدباء وأجزل لهم العطاء. وفي عهده أصبحت بغداد مضرب المثل بين حواضر العالم. في زمن الرشيد أصبحت بغداد عاصمة العلم والترجمة بلا منازع، فقد انتشرت في شوارعها وبين أزقتها دكاكين الوراقين، مطابع ذلك الزمن. على ريشة هؤلاء الوراقين كتب العلم ووثق نسخاً وتصحيحاً وتجليداً، ولم يبق منحاً من الفلك والرياضيات والهندسة والطب والفلسفة إلا وكتب عنه. بهذه الظاهرة الفريدة سبقت بغداد عصرها وزمانها، وقصدها الباحثون وطلاب العلم من كل حدب وصوب. ولم يقف الأمر عند ذلك، فها هو الخليفة الرشيد في العام 840 للميلاد يأمر بإنشاء أول جامعة في التاريخ، بيت الحكمة، ذلك الصرح العظيم الذي ملأ الدنيا علماً ونوراً. كان بيت الحكمة خزانة كتب فاقت 300,000 ومركز ترجمة وتأليف وتدريس. في عهد هارون الرشيد أسست البذرة الأولى لأكبر جامعة في العالم في التاريخ، وهي بيت الحكمة، هذه المكتبة الضخمة التي استرفد لها هارون الرشيد أكابر القراء وأكابر اللغويين وأكابر المترجمين، وأخذ ينفق الأموال الهائلة لرعاية هذه المدرسة ورعاية الطلاب الذين يعني يرتدون هذه المكتبة الضخمة. ثم جاء زمن الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، والذي أكمل مسيرة والده في بغداد، لكن زمنه شهد تألقاً عظيماً في الحضارة وصناعتها. فقد تفرد عهد المأمون بتطور مطلق في شتى العلوم، وبلغت حركة ترجمة الكتب إلى العربية أوجها، فقد كان المأمون يعطي المترجمين والمؤلفين أوزان كتبهم ذهباً، ونقلت إلى العربية الحضارة اليونانية والفارسية والهندية، فاكتسبت اللغة العربية مكانة مرموقة، إذ تحولت من لغة شعر وأدب إلى لغة علم وفلسفة. الرجل فيه رغبة عجيبة جداً لحضور مجالس العلماء، وهذا كله يدل على أن المأمون الحقيقي كان ذا عقلية، فا
فذة علمية فذة تفوق بها على كل خلفاء بني العباس جملة في هذا الاتجاه بالذات، يعني عقليته علمية، رياضي فلكي منجم يرعى حلقات ويرعى مجالس المتكلمين، صح، يرعى مجالس المنجمين والرياضيين، ويختار لترجمة الكتب اليونانية أمهر المترجمين لتنقل إلى اللغة العربية، ثم طلب أن توضع خريطة للعالم الإسلامي المعروف آنذاك لكي يكون المسلمون قادرين على معرفة القبلة، فوضعت فيما قيل خريطة للمأمون، وكان يواكب ما كان يصنع الذين وضعوا تلك الخريطة بنفسه، يواكب يعني يتابعهم ماذا صنعتم ماذا جرى، حتى وضعت له خريطة قيل إنها أدق خريطة وضعت حتى ذلك التاريخ. كان الذي طلب منه المأمون رسم الخارطة العالم الكبير أبا عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، أيقونة عصره وزمانه، هو من أوائل علماء الرياضيات المسلمين. انتقل إلى بغداد وأصبح أساساً لنهضتها، خاصة بعد أن حاز ثقة المأمون فولاه بيت الحكمة. هو أيضاً من أسس علم الجبر والمثلثات وما اصطلح عليه بالخوارزميات، كما أنه ابتكر جدولاً تضمن حركة الشمس والقمر، مما شكل نقطة تحول في علم الفلك الإسلامي. من الذين انكبوا على الإرث البغدادي وغدا أهم صناعه العالم العباسي والطبيب المسلم أبو بكر الرازي، أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق. كان الرازي قد نزل بغداد طلباً للعلم وزيادة في البحث، فوضع شرحاً دقيقاً لتشريح أعضاء الجسم، كما أنه أول من ابتكر خيوط الجراحة. ومن أعلام ذلك الزمن فيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، والذي ارتبط ببغداد بعد أن أوكل إليه المأمون الإشراف على ترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية إلى العربية في بيت الحكمة. عد من حذاق التراجمة المسلمين، ورغم تكريسه جهوده للفلسفة وإيجاد التوافق بينها وبين العلوم الإسلامية، إلا أنه استطاع أن يبرع في علم الفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والموسيقى. في بغداد التعليم تعدى أطر التعليم الديني، الفقه هو أصول الفقه، يعني كان هناك حضور للفلسفة بشكل أساسي، كان هناك اطلاع على المعارف التي أنتجتها الحضارات الأخرى، ولا سيما اليونان. وفي تلك الفترة في القرن الرابع على سبيل المثال في بغداد حدث جدل واسع حول قضية المنطق الإغريقي وإلى أي حد ممكن أن تفيد منا المعارف الإسلامية. لا يزال كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي يحفظ لنا جزءا من الجدل، حول الجدل الذي عاشته الحضارة الإسلامية حول العلاقة بالمنطق الإغريقي وبالحضارات الأخرى. ومن علماء الفقه المشهورين زمن المأمون الإمام أحمد بن حنبل، أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة، هو ابن بغداد، ولد وعاش ودفن فيها. عارض الإمام أحمد بن حنبل المأمون في قصة خلق القرآن، أشهر قصة اختلاف حدثت في التاريخ الإسلامي، حيث كان المأمون يتبنى الاعتزال مذهباً فلسفياً. لما صارت قصة خلق القرآن المشهورة، يعني صارت في عهد الخليفة المأمون، يعني خليفة المأمون تبنى الاعتزال
مذهبا رسميا للدولة، ولا معتزلة يقولون بخلق القرآن. فصارت ما يسمى بالأدبيات الإسلامية المحنة، أي امتحان الناس في هذه القضية العقيدية العقائدية أو الكلامية، هل القرآن مخلوق أو لا. فأحمد بن حنبل كان يخالف رأي المعتزلة الذي هو الرأي الرسمي للدولة، فتعرض أحمد بن حنبل بسبب رأيه هذا إلى السجن والتعذيب كذلك. بلغت بغداد زمن العلماء العباسيين عنان السماء، حيث يقول المستشرق الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي إن تأثير بغداد ودولتها العربية الإسلامية في مختلف العصور ظل بارزاً أبداً في جنوب روسيا وآسيا الصغرى وبلاد ما وراء النهر. بل إن القرآن والعملة البغدادية وسواها في عهد الرشيد والمأمون وخلفاء بغداد بلغت البلطيق وتجاوزته إلى فنلندا. لم تنجب بغداد علماً وفلسفةً فقط، بل كان للإبداع في أروقتها نصيب كبير. فها هو الطائر الأسود، المغني البغدادي أبو الحسن علي بن نافع الشهير بزرياب. مبدع الموسيقى والموشحات، حيث كان له الفضل في تطوير العلوم الموسيقية في العالم كله. جعل زرياب للعود العربي 5 أوتار ملأت أنغامه بلاط الخلفاء وألفه البغداديون واعتادوا عليه. انتقل إلى الأندلس لاحقاً ونزل بقرطبة، فكان صاحب الفضل في ولادة الموشحات الأندلسية. العراقيون أسياد العود من زرياب حتى هذا اليوم، والمدرسة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط هي فقط المدرسة العراقية، ليست هناك مدرسة العود أخرى لا التركية ولا العربية، مدرسة العود فقط عراقية. وعندما نطلق كلمة مدرسة هناك مفهوم يختلف عن قوة العزف. المدرسة لا تعني قوة العزف، القوة العزف وسيلة لتطبيق فكر المدرسة. هي قبلة الجمال ومأوى المبدعين، تحترف إمامة الأرض دائماً. من فنانيها شيخ الخطاطين ابن مقلة، خطاط العربية الأشهر عبر التاريخ، صانع خط الثلث العربي. ها هو يبرع ويزاوج الحروف ويقدر لها مسافات، يخط لبغداد تاريخها ويوثق كلماته على صفحات نهضتها. خلال نهضة بغداد في العصر العباسي لم تتوقف البصرة والكوفة عن إنتاج الحضارة أيضاً، فمدرسة البصرة والكوفة في الأدب والشعر واللغة أقدم عمراً من بغداد، لكن بغداد غدت محجاً للشعراء والأدباء، كيف لا وهي عاصمة الخلافة ومركز العلم. فلم يبقى علم من أعلام الشعر والأدب في العصر العباسي إلا ونزل بها. حين تكون العاصمة قد وفرت لها السلطة كل مقومات الحياة والثراء، ووفرت لها كل مقومات التغذية الفكرية والروحية، فأمر طبيعي أن يرتحل أو أن يرحل إليها العلماء والأدباء من المدن الأخرى. وذلك لا يلغي دور البصرة ولا يلغي دور الكوفة، لكن بغداد يعني أخذت تجذب إليها
كبار الأدباء وتجذب إليها كبار العلماء من كل المدن الأخرى. في النحو في الدراسات اللغوية نحن نتحدث عن مدرستين نحويتين، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، واللغويون يقولون أن هناك اختلافات في الاجتهادات النحوية بين المدرستين، مدرسة الكوفة والبصرة. هناك من يتحدث عن المدرسة البغدادية، أو بعضهم يسميه الدكتور مهدي المخزومي يسميه درس النحو في بغداد، لا يطلق تعبير مدرسة. ماذا تعني هذا؟ المدرسة البغدادية أو الدرس النحوي في بغداد هو الدرس الذي يجمع بين المدرستين، يجمع بين نحو البصرة ونحو الكوفة، وهناك أعلام في الدرس النحوي في بغداد. وانتشرت في بغداد المدارس ودور العلم الكبيرة، من أشهرها على الإطلاق المدرسة المستنصرية، والتي أسسها الخليفة المستنصر بالله عام 631 للهجرة، وبقيت معلماً تاريخياً لبغداد إلى يومنا هذا. فقد أعيد بناؤها وترميمها في العصر الحديث لتكون على شاكلتها العباسية الأصلية. كانت تتشكل من 100 غرفة على طابقين، يقيم فيها المعلمون ويقيم فيها الطلاب. والشيء الذي يجعل هذه المدرسة متميزة عن المدارس الأخرى أن هذا الخليفة لم يحصرها في مذهب فقهي واحد. The traditional Islamic architecture in Baghdad is absolutely fantastic. The few items which remain, that is to say the Abbasid Palace or the old Mustansiriya, Madrasa Mustansiriya, it is absolutely fantastic because it has all, it is a really exemplary architecture they had, not only for the details from Mukarnas or the sculptures and brick, but they are really, they were extremely sophisticated, and what the few which remain is really a great example of what was the Islamic architecture. كثيرة هي المعالم والآثار القديمة في بغداد، لكن تبقى المراقد والمقامات هي الأكثر. فمنذ الأزل وبغداد مدينة جامعة ومختلطة، فها هو مرقد الإمام موسى الكاظم، أحد أعلام الشيعة، الذي دفن في العام 183 للهجرة. هو معلم بارز لبغداد يتوسط منطقة الكاظمية، وهنا مقام الشيخ عبد القادر الكيلاني، مؤسس الطريقة القادرية عند الصوفيين. فمع بدايات القرن الثاني الهجري ظهر ببغداد كبار المتصوفة المسلمين. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، هي سنن تمضي، فلكل بداية نهاية. تدهورت الأوضاع في نهايات الدولة العباسية بسبب ضعف خلفائها. في العام 656 للهجرة خبت بغداد، وجاءها الغزاة المغول يمسحون عن وجهها كل شيء سوى الموت. لم تبق جيوش التتار على بغداد ولم تذر، هاجموها من كل الجهات، قتلوا الناس ودمروا البيوت وأحرقوا المكتبات، حتى بيت الحكمة الذي كان يحوي عدداً غير محدود من الوثائق والكتب تماهى في مياه دجلة الذي بات لونه بلون الحبر. أنا أعتقد يعني بغداد كان محتماً أن تسقط في ذلك الوقت، والتي بالحقيقة الذي سقط ليس بغداد، سقطت الخلافة الإسلامية بشكل كامل. يعني
أنا أعتقد هذه الدولة وصلت إلى مرحلة الضعف بحيث كان يجب أن تسقط بهذا الشكل وفي هذا التاريخ المحدد. المغول عندما دخلوا بغداد في زمن هولاك ما قدموا حضارة، بالعكس احتوتهم الحضارة العربية الإسلامية فأصبحوا مسلمين، سووا دولة إسلامية، لم يتمكنوا من جلب شيء، ناس وثنيين همج جاءوا دمروا المدينة، أحرقوا الكتب، قتلوا الناس، قتلوا الخليفة، تمام؟ يعني هذا كله اللي سووه، ودمروا كل شيء، وبالنتيجة اضطروا أن يدخلوا الإسلام. كان سقوط بغداد على يد المغول مؤلماً، فدخلت بعدها في قرون ضبابية غير واضحة المعالم، حتى استقر الأمر فيها للخلافة العثمانية عام 1638 للميلاد. في بغداد العثمانية أيضاً تبدلت الحال صعوداً وهبوطاً، لكن البارز فيها كان الحركة العمرانية التي اجتاحتها، فكثيرة هي الآثار والمباني العثمانية التي ما زالت موجودة. ها هي القشلة، إحدى الآثار العثمانية، تقف شامخة على ضفاف دجلة، كانت معسكراً ومركزاً لإدارة الدولة، وهي الآن من أهم المعالم المميزة لمدينة بغداد. العثمانيون حكموا بغداد لمدة 5 قرون، يعني وربما يعني التأثير العثماني يعني كان بشكل أساسي في العراق أكثر من البلدان الأخرى التي سيطر عليها العثمانيون. أنا الآن إلى الآن أقول أنه العراق يعكس أكثر، يعني إذا أردت أن تتلمس الأثر العثماني في مكان فهو في العراق أكثر من أي مكان آخر. هذا يؤثر على مستوى العادات، على مستوى اللغة، على مستوى المأكل. العراق هو الأكثر تأثراً بالأتراك وبالعثمانيين. وهنا نواة بغداد أو بغداد القديمة حتى في بنائها تحمل هوية معمارية خاصة، فالعمارة البغدادية اليوم خليط بالغ الحنكة من الإرث العباسي والعثماني يجعلها تبدو وكأن أبنيتها على قيد الحياة. What is specific in the region is that the houses are still, were still until the 90s, until the 80s, the houses were decorated using the traditional knowledge of the brickwork. For instance, they have incorporated quotations or quotes of Assyrian features, Islamic features, modern features, and all of them into the same houses. So one house can be at the same time a quote of Assyrian, Islamic, European tabuk. And it is not different layer. It is not different layers. It's all the layers incorporated into the same house. انتهى زمن الخلافة العثمانية، وخرج العثمانيون من بغداد بعد أن احتلت بريطانيا العراق في العام 1917. كان زمن الانتداب البريطاني ثقيلاً على بغداد والعراق، هيمنوا خلاله على كل شيء، ثم خرجوا منه عقب الحرب العالمية الثانية. لكن في مطلع القرن العشرين بدت بغداد مؤهلة لتعود لصناعة الحضارة من جديد، خاصة مع تلك الأجواء الثورية والقومية التي اجتاحتها إبان الاحتلال. كانت الروح العربية والقومية تخيم على المشهد بشكل أكثر إلهاماً.
هنا رمز لتلك الحقبة كان مصدر إلهام للكثيرين، هو الشاعر الكبير معروف الرصافي ابن بغداد وحارس حضارتها الذي غدا تمثاله من أبرز معالم بغداد، كأنك تسمعه يتحدث إليك: بغداد حسبك رقدة وسبات، أو ما تمدك هذه النكبات، ولعت بك الأحداث حتى أصبحت أذواء خطبك ما لهن أسات. كل شيء فيها غدا معلما، شوارعها وأزقتها ومبانيها. هنا شارع الرشيد رمز بغداد وشريانها، شقه العثمانيون عام 1910 ليصل بين الأبواب العباسية القديمة. هكذا يبدو شارع الرشيد في عشرينيات القرن الماضي، فعلى الرغم من أنه أنشئ لأسباب عسكرية إلا أنه ارتبط بالإنسان البغدادي بشكل مباشر، إذ أصبح جزءاً من هوية بغداد. من أشهر معالمه جامع الحيدر خان القديم، هو من أقدم وأعرق جوامع بغداد، والذي شيده الوزير داود باشا في العهد العثماني عام 1819. شارع الرشيد هو محاذي لنهر دجلة، فتح الوالي مدحت باشا، ومن أجل فتحه انقلبت الدنيا آنذاك، لأنهم اضطروا لتهديم الكثير من الأبنية العباسية في بغداد، وثارت احتجاجات ومشاكل كثيرة، وفعلا فقدت، كانت أول الخسائر هذه للعمارة البغدادية. كثير من الحمامات العباسية دمرت، البيوت العباسية، الجوامع، وفتح شارع الرشيد، لكن بالتدريج أصبح فعلا شريان مدينة بغداد، الشريان الثاني لمدينة بغداد. So it has built to become a sort of Champs-Élysées of Baghdad. I mean, it was the main streets where all the main offices, banks, supermarkets, but it was very elegant, very chic. And when in the 50s, when you were working in Rashid Street, you had the idea of colonnaded street with the arcades which protected the people from the sun. And it was a very elegant architecture. أما هنا فشارع العلم والأدب، شارع المتنبي، وكأنك بالوراقين زمن الرشيد. هو فعلا امتداد لسوق الوراقين في العصر العباسي. يعتبر شارع المتنبي السوق الثقافية لأهل بغداد، حيث تزدهر به تجارة الكتب بمختلف أنواعها، كما يضم مكتبات تجاوز عمرها عشرات السنين، بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر. ويشتهر شارع المتنبي بوجود المقاهي كمقهى الشهبندر، أحد معالم بغداد القديمة. لعبت المقاهي في العصر الحديث دوراً بارزاً في استعادة بغداد صدارة الحركة الشعرية والأدبية، حيث شهدت نشأة الشعراء وبروزهم. فها هو الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي ينظم لبغداد أجمل ما فيها. كان بحق شاعر بغداد المبدع في تلك الفترة، حمل بغداد إلى الدنيا، حيث تدرس دواوينه في معظم مدارس وجامعات الوطن العربي. إلهي أعدني إلى وطني عندليب، عندما كنت صغيراً وجميلاً، كانت الوردة داري والينابيع بحاري، صارت الوردة جرحاً والينابيع ظمأ. هل تغيرت كثيراً؟ ما تغيرت كثيراً.
ليل الطبيعة في بغداد فتان ونجمها ساحر ونجمها ساحر للروح ريحان بلابل الروض على الأغصان ساحرة والورد تحت ظلال الأيك حيران. ثم تتحول الكلمات ألحانا بغدادية لا تهدأ، فها هو المقام العراقي، أصالة لا تنتهي، هو نوع من الموسيقى العراقية الضاربة في القدم، يغنى باللهجة العراقية الدارجة. المقام العراقي هو الغناء المحلي العراقي، غناء يعبر عن مضمونه، يعبر عن البيئة العراقية، وعليه فهو يتمتع بعمق عربي إسلامي تاريخيا وثقافيا، ويتمتع بتأثيرات غرب آسيوية نتيجة الاحتلالات والغزوات اللي تعرض لها العراق، على الأخص منذ سقوط العباسيين 656 هجرية 1258 ميلادية حتى اليوم. ويدوم عز بغداد، فكان مما يحسب لها أنها شهدت انطلاقة الشعر الحر على يد كل من نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وكلاهما تخرج من دار المعلمين العالية في بغداد. بغداد في تلك الفترة كانت الظاهرة الشعرية تتمثل في مهرجان دار المعلمين العالية الشعري. دار المعلمين خرجت أعظم شعراء العراق، حتى الجواهري تخرج فيها، بدر السياب تخرج فيها، نازك تخرجت فيها. عندما يقوم مهرجان دار المعلمين العالية كان يحضره كل الأدباء من كل العراق، وأحيانا من الوطن العربي أيضا، لأنه كان مربد. نازك الملائكة نسمة بغدادية تهب بالكلمات، وإحدى ركائز تلك المرحلة. ولدت في بغداد عام 1923، يعتبر الكثيرون أنها أول من كتب الشعر الحر، حيث تعتبر قصيدتها الكوليرا التي كتبتها عام 1947 أولى القصائد في الشعر الحر. في كهف الرعب مع الأشلاء، في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء، استيقظ داء الكوليرا حقداً يتدفق موتورا، هبط الوادي المرح الوضاء يصرخ مضطرباً مجنونا، لا يسمع صوت الباكين، في كل مكان خلف مخلبه أصداء. كان على الشعر أن يجد متنفسه. هذه القصيدة التي تبدأ من هذا المكان وتنتهي بقافية بحرف العين وترجع مثل منكوك الحائك راهبة، كان عليها أن تتشظى كما تتشظى الحياة في بغداد. الحياة تشظت في بغداد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فكان على الإبداع كله أن يتشظى. كانت بغداد حضارة بحق في القرن العشرين، حاكت نهضتها الأولى وأذهلت العالم، لكن وكعادتها كانت مطمعاً للغزاة واللصوص، وكأنها مغارة الذهب التي لا غنى عن سرقتها.
فقد توالت الحروب والنكبات سريعا. بداية دخلت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، أثقلتها وشيبتها، وما إن بدأت تتعافى حتى عاودت سيرها نحو الموت، نحو حرب الخليج الأولى عام 1990. ذاقت فيها بغداد الأمرين، ثم تلتها سنوات الحصار، وأخيراً وصلها المغول الجدد، وكأن الغزاة لا يجيدون غزوها إلا ليلاً. احتلتها القوات الأمريكية خلال غزو العراق، وسقطت بغداد في شهر نيسان إبريل عام 2003. كان سقوطها مدوياً هذه المرة، فكل أنظار العالم كانت صوبها يرقبونها وهي تتألم. عندما ضربت بغداد، على التلفزيون كان عالم أمريكي، واحد من علماء تونس، كانوا يرون الصواريخ تنزل على بغداد، فوقف وقال وتا كرنفال. شون كرنفال هذا؟ هل تصل الجريمة إلى هذا الحد؟ يرى مدينة تشتعل على أهلها ويقول أي كرنفال هذا؟ هذا الاستعمار لن أنسى لأمريكا كلها. هذا يعني المدن العظيمة لا تسقط، ولذلك يعني منذ البداية أنا أميل إلى استعمال يعني احتلال بغداد أو غزو بغداد، لكن ليس في ذاكرتي فقط يعني من صور الغزو ومن صور الاحتلال، حقيقة ما يجرح الروح. قبل سنوات استغرب، الذين احتلوا بغداد ودمروها، زرت أمريكا للعلاج قبل أكثر من 15 عام 20 عام، هناك لافتة على نيويورك كبيرة This is Baghdad of the world، هذه بغداد العالم، يعني يعرفون بغداد ما هي، وهدموها من على بكرة الأيام. أصيبت بغداد في مقتل، فها هو الدمار يطال معالم كثيرة، وكأن للموت طقسا أوحد. تحرق مكتبات بغداد وتنهب المتاحف ويعلو صوت التتار. من الصور التي لا أنساها، صار هجوم على جميع المكتبات العامة التي فيها من النفائس والمخطوطات ما لا مثيل له. أنا كنت أجلس في حديقة بيتي، وكان يسقط الرماد، كنت ألاحظ، ثم يعني بعض قطع الرماد كبيرة، وفي الرماد يعني يبقى اللون الحبر غير اللون الأبيض. يعني كنت أقرأ هيك بعض المقاطع يعني من 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 هذه الكتب المحترقة على الرماد، على قطعة الرماد. هذه صورة يعني لا يمكن أن تنسى. تدور بغداد دورة صوفي أعياه الموت، تناثرت أشلاؤها وتناثر فنانوها مثقفوها مبدعوها في أرجاء الأرض، وكأن أبناءها يبتعدون ليقتربوا. الحقيقة هذا واقع أكثر من مؤسف، هذا واقع يجرحنا، يذبحنا بالضبط. كل الأخبار اللي تجينا عن بغداد هي جروح في قلوبنا. نعم احنا كنا تركنا العراق، لكن العراق مزروع عندنا في الداخل. يعني أنا لما أقول أني روائية
من العراق. أحس بالفخر إني عراقي. العراق بناني، العراق كوني. مهما حصل، مهما ابتعدنا، مهما انتشرنا في الكرة الأرضية، أينما كثير من الناس غادروا العراق من 20-30 سنة، ما يزالون يقولون إحنا عراقيين. تعبت بغداد وشاخت وغدت مثقلة بالهموم تحملها على كاهلها، لكنها تحن إلى حضارة خلت. لم يبق لبغداد إلا حرازها وحصون حضارتها، فها هو المنصور لم يبارح مجلسه، وتلك شهرزاد تحكي حكايات بغداد الخالدة. ويا كهرمانة صب الزيت حارقا، إن اللصوص في بغداد قد عاثوا. لكن تشتد الأيام في وجهها حلكة، فيشتد عودها ثم تنبت الزهر من جديد، كيف لا وهي بغداد. كبير على بغداد أني أعافها، وأني على أمني لديها أخافها. كبير عليها بعدما شاب مفرقي، وجفت عروق القلب حتى شغافها. سلام على بغداد شاخت من الأسى، شناشيلها أبلامها وقفافها، وشاخت شواطيها وشاخت قبابها، وشاخت لفرط الهم حتى سلافها. فلك تنفت بالخمر شطآن نهرها، ولا عاد في وسع الندام اكتنافها. سلام على بغداد لست بعاتب عليها، وأنا لي وروحي غلافها. فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به، أدمى فؤادي طوافها. وها أنا في السبعين أزمع عوفها، كبير على بغداد أني أعافها.